هذه القمة هي قمة لم الشامل، وهي تواصل للقمة التونسية، وليست هناك يعني في حقيقة الأمر ملفات مرحلة، بل هي ملفات متواصلة، وسوف نعمل جميعا على العمل سويا لإنجاح والوصول بكل التطلعات العربية إلى الأفضل. هذا كله عمل جماعي وعمل متواصل، وسوف لن نتوقف عن ذلك. إلا أن قمة الجزائر سوف تكون كذلك قمة مفصلية مثل ما كانت قمة تونس. جاءت قمة تونس في تحديات كبرى ورفعنا هذه التحديات، واليوم تحديات كذلك مستجدة أخرى دولية وإقليمية. سوف تكون الجزائر محطة كذلك للقاءات عربية ولتوافق عربي حول كيفية يعني رفع هذه التحديات، اللي هي أصبحت تحديات متنوعة. والأمن والسلم الدوليين ما عادش يعني يقتصروا فقط على الحرب والسلم، بل فقط وأصبحت اليوم على الأمن الغذائي والأمن البيئي والأمن المجتمعي والبطالة، وكل هذه يعني أصبحت مشاكل ومسائل تمس بالأمن القومي العربي.